استاذ اسامه. قبل ما ادخل في موضوع الاهلي والدوري والكلام دوت، انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه، لان امبارح تابعت حلقه ميشيل يانكون واليسا. فلسوء حظنا ان انا واستاذ جمال ان احنا جايين بعد اثنين يعني من عشاق النادي الاهلي. بصراحه التلاوي الاستاذ والدكتور عمرو محب كمان. رد فعل هي كانت حلقه محب الاهلي يعني بالظبط كده فعلا. يعني انا وانا جاي بقول يا رب الناس هترضى تتفرج علينا لا بعد طبعا ما شافوا طبعا بعد ما شافوا ميشيل يانكون وحبه اليسا وحبها وبتشجع وبتقول لها من ثالثه شمال. بص اللي انا عايز اطلع بيه من الموضوع ده ان النادي الاهلي وعلاقته بالاجانب علاقه النادي الاهلي بالاجانب علاقه يسودها الود والاحترام. الله طبعا. بالدليل ما فيش مدرب ولا لعيب مشي من النادي الاهلي الا ومازال مرتبط بيه. صح مظبوط. ولو حضرتك تاخد بالك ان انتوا عندكم هنا في قناه الاهلي لما بتيجي تقول لاي مدرب مر على تاريخ الاهلي تعالى عايزك بيجي لك وفورا وبيقول كلام شاعر في النادي الاهلي. مظبوط. فده حاجه المفروض الاهلاويه يعرفوا ان ده فاليو قوي للنادي الاهلي. قيمه كبيره للنادي الاهلي. ما عندناش مدرب مشي من الملعب على المطار. ما عندناش مدرب مش غضبان لا او راح السفاره. ما عندناش مدرب. صح. ليه عندنا فلوس. ما عندناش مدرب يا سيدي الفاضل علشان بس ما طولش في الموضوع ده. بيتسو موسيماني اخر مدير فني. انا حاضر المؤتمر الصحفي بتاع تقديم ريكاردو سواريش. اول كلمه بتتقال بسم الله الرحمن الرحيم. شوف. بنشكر بيتسو موسيماني. بنشكر ميشيل يانكون. بنشكر سامي. بنشكر عمرو. بنشكر شرف. قبل ما نبدا صفحه جديده مع المدرب الثاني. دي قمه الاحتراف والاحترام. مظبوط. اللي للاسف الشديد بعض الناس وبعض الزملاء الاعلاميين يا كابتن اسلام قال لك علاقه موسيماني مع الاهلي علاقه توكسيك يعني علاقه مسمومه. ليه بقى يا سيدي؟ لانه ازاي بعد ما الراجل خلاص علاقته انتهت مع النادي الاهلي هيطلع في قناه النادي الاهلي وفي موقع النادي الاهلي يتكلم؟ ايه المشكله؟ بالعكس دي حاجه جميله يا اخي. بالعكس ده بالعكس دي حاجه قمه الاحترافيه وقمه. طب انا اقول لحضرتك على حاجه كابتن اسلام. حضرتك واحد من اللعيب لما خلصت مشوارك مع النادي الاهلي وكملت مع حرس حدود صح؟ مظبوط. كان ليك مكافاه دوري. طبعا عادي. اتصلوا بيك قالوا لك تعالى خد فلوسك. طبيعي يعني. في لعيبه مشيت من النادي الاهلي راحت نادي الزمالك مش مصدقين ان النادي الاهلي بيقول لهم تعالوا خدوا فلوس مكافاه الدوري. فلا ده طبيعي. انا عايز بس علشان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي يعني. ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. عشان في منظومه. عشان في منظومه عمل يعني. ما اصل الموضوع ايه؟ ان الفلوس طلعت خلاص يا جماعه. ده حقك. حضرتك اشتغلت بيهم للنادي الاهلي وبالتالي او لعبت بيهم للنادي الاهلي وعملت بيهم عرق في النادي الاهلي وبالتالي تستحق هذه الاموال. علشان كده ده احد اسرار نجاح النادي الاهلي. مزبوط. انه النادي الاهلي بيتعامل مع الكل باحترام وباحترافيه عاليه الجوده. لكن لو هنيجي نتكلم على مباريات الدوري الاهلي عنده فرصه كبيره جدا انه ياخد بطوله الدوري السنه دي بس بشرط واحد. اتفضل. بشرط واحد ان تتوفر العداله سواء في غرفه الفار او في الصفاره. لان السنه دي ما اشبه الليله بالبارح. نعم. للاسف الشديد اللي احنا عانينا منه السنه اللي فاتت هو بالظبط واللي شفناه مع حكام الاستاذ وجيه احمد للاسف أحمد. للاسف الشديد شايفينه مع الكابتن عصام عبد الفتاح وللاسف الشديد جايبين خبير اسمه مارك كلاتنبرج ما عندوش اي نجاح كخبير في التجربتين اللي خدهم قبل كده. أوكي. طب بأمارة ايه انت جايبه؟ طيب المشكله يا كابتن اسلام انت فاكر يعني مع حضرتك في الحلقه بتاعت السنه اللي فاتت لما قلنا وعدينا النقط اللي وقعت من الاهلي بسبب اخطاء كارثيه للحكام وبشهاده كل خبراء التحكيم. مزبوط. انا ما بجيبش كلام من عندي. السنه دي نفس الشيء. اوكي. سبع نقط الاهلي فقدهم السنه دي بسبب اخطاء كارثيه للحكام وللفار. للحكام وللفار. ماتش المصري، ماتش طلع الجيش، ماتش سيراميكا، ماتش البنك الاهلي. تمام؟ كل دي ماتشات خاصه عايز اقول ماتش سموحه كمان لان كره اليو ديانجي دي تستحق الطرد. تستحق الطرد اللي هو اتقال. انا ما اعرفش اتقال يعني ان هو لا. بص يا كابتن اسلام في القانون انا بقى بحب القانون. اتفضل اتفضل. انا القانون بقى ايه بحب وبطلع على التفصيلات وبطلع. في فرق ما بين استخدام في ادوات في كره القدم اسمها العنف الزائد. اوكي. الادوات دي اللي هي المرفق وما اسموش الكوع. ده اسمه المرفق. ده الكوع اللي هو ده لو ضربت حد كده بالكوع، لو ضربت حد بركبتك، ولو ضربت حد بالاسترزات الحذاء. تمام؟ دي
في عالم في قانون كره القدم اسمها عنف زائد يستحق بطاقه حمراء. الراجل في اول دقيقتين طالع بالمرفق مش بالساعد، الساعد معروف ان هو كارت اصفر، لكن المرفق كارت احمر، ده راح المرفق هو اللي دخل في ايوه. وبعدين وبعدين ما هو ركله جزاء بتاعت محمد شريف اوكي ورائك يعني فيها التهور وفيها الاهمال وعدم مراعاه المنافس. على الاقل كنت تعادلت في هذه المباراه، اقل حاجه اقل حاجه ده اقل حاجه. دي بقى انا بتكلم ان المباراه دي تنضم لبقيه المباريات يا استاذ. هو اللي زعلني بقى هي كابتن اسلام فضل. مع كامل احترامي للاستاذ الكابتن احمد الشناوي، انا بحبه كابتن احمد الشناوي في اون سبورت انا بحبه وبحترمه ولكن في مباراه زي دي لما يكون ابني موجود على الفار ما ينفعش اطلع اتكلم. اعتذر ليه كمان؟ لانه في خبير تاني اوكي كابتن سمير عثمان ارفع عن نفسي الحرج. صح، ارفع عن نفسي الحرج بدليل انه قال لك المدافع بتاع سموحه ما لمس محمد شريف. امال احنا شايفين ايه يا كابتن احمد الشناوي؟ لا احنا شايفين لمس وليه تهور واهمال واضحه جدا في كل حاجه واضحه جدا.